والرصيد انزادها لك اسمدين باللي فايلقى وجيه المسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا من أذن؟ جيكي؟ من إيام؟ بندر؟ ليش متأخرين الأيام؟
وعليكم السلام ورحمة الله. فولي وجهك. السلام ورحمة الله. رحمك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. وإلهكم إله واحد. ما ادري يعني نقعد 90 دقيقة بين اذان الاقامة. يوم كان هدي مرة كل يوم على الحال.
بندر بيتأخر.
وائل كم يبيله؟ بعد شوي يجي الشيخ يصلي فينا صح؟ شوف أنا مع إنه لو كانت القراءة جميلة ما عندك مشكلة، بس إنه تأخرنا الحين مرة ترى. هلا
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السؤال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أكبر. مالك يوم الدين، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. عافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. تحيات الله والصلاة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام عليكم السلام. تبارك تعاليت الله. جزاك الله خير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولا الحمد لله على كل شيء. عندي تنبيه بسيط بس. أحيانا ندخل المسجد يكون الإمام راكع راكع والمأمومين خلفه. الإمام يرفع سمع الله لمن حمده، المأمومين ما يرفعون إلا بعده. أحيانا يدخل واحد هو راكع يلحق على الركعة والإمام رافع من الركوع، هذا يعتبر نقص ركعة، ما لحق على الركعة. إذا رفع الإمام خلاص، إذا رفع الإمام من الركوع خلاص، حتى لو كان المأموم نازل ما رفع من الركوع يعتبر ناقص ركعة. كم ركعة عشان يرفع؟ لا بس مجرد من الإمام يتكلم إيه خلاص سمع الله سمع الله خلاص انتهت. جزاكم الله خير. هو متى يقول سمع الله؟ لما يرفع، عرفت؟ إذا بدأ في الرفع مو شرط إذا استقام في الرفع. جزاكم الله خير. الله تنام. الله عليك. الله عليك. قرآن مما مع القرآن. نرجع ورا شوية شباب نفس الحلقة. 157. تعال عبد الرحمن خلاص يلا بسم الله عشان تأخرنا الصلاة كثير اليوم. خلونا فوزان جلسنا عند الأغراض اللي وروان محمد الذهلي. نعم جلسنا عند الأغراض ورا. إذا خلصت جيتك يلا أتمنى. وعدني يا شباب بعد الحلقة، لأن من بدأت الحلقة يوم واحد فقط كان 24 شخص. لا أبد موجود، بس أنتظركم الشباب بعد الحلقة إن شاء الله. إن شاء الله بكرة بنخلص ثلث القرآن. عبد الله بن دفنة تعالوا هنا. تعالوا تعالوا هنا خلي. لا والله أنا بحضرها كاملة إن شاء الله. لا والله لا ما مالحين اليوم، ما مشكلة الشباب بيروحوا. يلا خلاص. صفحة كم؟ صفحة كم شباب؟ 157. طبعا القراءة من والبلد والطيب. نعم يلا يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبثت لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من دقيقة بندفنا بعرفه. عبد الله خلوا بالله عليكم، للآن ما ردت عليه غير خطأ واحد.
لأنه تطور كثير. قرع كمل. قال الملأ من قومه أنه لنريك من لنراك في ظلال مبين. قال مبين. قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكن رسول من ربكم العالمين. ولكني رسول من رب العالمين. أحسنت بارك الله فيك. كمل. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. بس اني ملاحظة بس شفتوا الحركة ذي واحد يسبقك هذي ما تعلمك هي كاني أدوس وراء كلامك يعني. لا قل لا اني بالعمد تراني أمس يوم بتقرأ قلوا لا إله الله أمس يوم بتقرأ تسبقوني بثلاث كلمات ما استفدت شيء قرأت وراكم قلت صوتكم فلذلك اني أمس ما عصبت بعض قالوا لي ليش خلنا نتكلم بعض قالوا لي أنت معصب لي ما عصبت والله ما عصبت إلا بتقرأ بس أريد أستفيد بسم الله فلذلك أتمنى من الجميع أن يستمع وبعدين يعدل يلا بسم الله وإلى عاد أخاهم هود بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أول شيء لا أعوذ بالله من الشيطان أول شيء بس وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هود قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك من في السفهاء صح في سفاهة وإن لا ظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين خلنا نكمل أحسنت حبيبي أحسنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمس تأكل في أرض الله ولا تأكل 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 في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فيأخذكم عذاب أليم. عشان أعطيك حقك في الموضوع من أنت وراضي من أجمل مخارج الحروف اللي أسمعها. الله يطول عمرك. الله يحفظكم. الله يسعدك. قراءتك جميلة. صار استرتي لك أحلى صوت ما شاء الله. وأنا يا ولد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحلقة كلها. لا لا سولف وأنا. سوي. لا سولف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا
قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فاذكروا مكتوب مو أذكر فاذكروا مكتوب. فاذكروا يلا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا. آلاء الله. آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه قل من قومه للذين استضعفوا لمن لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسلا من ربه. قالوا إنما إن قالوا إن بما أرسل به مؤمنون. أحسنت. بالآية واحدة بس آية واحدة. إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. أحسنت. أيوة. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما كيدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بارك الله فيك أحسنت. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. متوصلة كذا إلا امرأته. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. استأذنك مجيد ممكن يقرأ فارس؟ قرأ فارس عشان بتروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قالا ولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء
علما على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أحسنت. لو كان لك شريط بالقرآن الكريم أنا أول واحد بشتري. حبيبي والله ماشي. تروح خلاص خذ. روح 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 حبيبي. تفضل مجيد. أنا باخذ ببلاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسي على قوم كافرين. أحسنت يا ملهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا لقد مس آبا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنا لو نجلس وايد أنا بشوري ما تسكت يعني. لكن أحسن اللي بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها إن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. بارك الله فيك. أحسن. بتقرأ هذه قراءة ولا بتقرأوا معي؟ معك نقرأ مع بعض. أيوة أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. هذه أحسن من هنا. يلا. ثم بعثنا من بعدهم موسى مع بعض ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. عندي شيء يعني خاطرة في الآيات ذكروا ناقة صالح الله. نبي الله صالح لما يعني عتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة لما عقروا الناقة هم تحدوا صالح قالوا إيش فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح أأتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين يعني إذا كنت رسول حق عطوا العذاب اللي أنا قبل فترة قلت إن جتهم صيحة وكانت لبس عندي لكن العذاب اللي جاهم اللي هو الرجفة نعم. بعد الثلاث أيام اللي كل يوم يمر عليهم الزلزال يعني أي الرجفة حتى يعني الموضوع الثاني كنت زلزال الأرض تزلزل من تحتها رجفة هي رجفة الأرض فيهم حتى هم يتجهون لا لا سؤال المباني حقنا مكسرت ولا هم بس اللي جتهم الرجفة حتى هم يرتجفون كنت بتكلم عن شيء ثاني ونسيته العوافي الله يجزاكم خير مكتوبه بالاجابه يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن اتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا حرام يا خبر تعال تعال محمد ترى واجب المويه نبيع على القزوي صفن صفى الرجل وانا قال انه اغنيه ترى شيله الحمد لله لا اله الا الله ذكرنا الله شاء الله العظيم لا اهبدك الحين طيب لامح وجهك عاش جكي عاش جكي عاش عشت خلاص ايه شغله شغله خلينا نرش ذا الشبك الشبك ذا شب الكاميرا بيطلع شب الكاميرا بيطلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جبت هالشمعات جبت هالورود المجففة يا سلام جبت هالاشياء الجميلة يمكن بعضكم يسأل يقول الجمهور رومانسي لكن انتم تحتاجون الرومانسية في الأوقات الراحة خاصة بننتقل معكم من أشياء ربما تكون بالماضي وأشياء حاضرة ثم أشياء بعيدة في الأفق يعني متنقل الأجواء هذه علشان ما تشتت مشاعركم نحتاج أشياء رومانسية جميلة بنبدأ علشان ما نطول عليكم طبعا هذه عبارة عن مقدمة للي بيطرح في برامج أساسية بإذن الله إذا تم علينا وطولنا بتطرح خمس أمور أساسية بتطرح يا بالله تبدأ سم أشكرك على الإحساس الله يسلمك أشكرك والله غير الفقرات الفرعية اللي بتطرح عفوية يوميا واللي بعد يوم هذه ما في مشكلة الآن بنتكلم عن الأساسية اللي مهمة طبعا بتسمعون ربما كفو والله طبعا بتسمعون أشياء غريبة مع يعني ربما بعضكم ما يصدقها ربما بعضكم يستغرب منها تسمعون أشياء ربما تعرفونها فاركدوا تحملوا استوعبوا وسعوا قدراتكم وبإذن الله بيجي بوقتها بتشرح شرح طيب نبدأ بالموضوع المشوق جدا الغريب المفاجئ بسم الله الرحمن الرحيم هذا بس شيء بسيط بنتكلم عن المدة والوقت ومتى يطرح كنبذة تشويقية أول شيء في الكون الموضوع شو طبعا فلكي المكان علشان يناسب الأجواء ويناسب الموضوع راح نحط جوار الديوانية في وقت إن شاء الله راح نحدده وراح يتم الشرح بالموضوع هذا حضور 5-6-10 هذا على حسب الطلب اللي يطلب وراح تكون الأجواء مناسبة للفلك وفي عرض شاشات وكذا
هنا الغريب وش يقول العناوين؟ وش العناوين اللي بتطرح في موضوع الفلك؟ بتشوفون اسماء غريبة. هدوا واستمتعوا واسعوا مداركم، تجدون استمتاع غير طبيعي. يقول لك الأكوان المتعددة. الأكوان المتعددة يا جماعة شيء غريب، نظرية يمكن تشوفونها كثير في الأفلام، وربما تشوفونها سمع. يجيك واحد أقرق عليك يقول لك السالفة ذي ما تصدقه، والسالفة الأكوان المتعددة تحملوا الصدمة. صالح الزهيري يقولون أصحاب النظرية ذي، أنت يا صالح موجود واحد مثلك بالضبط في كون ثاني في الفضاء، وفي كون ثالث، وفي كون رابع. لا مو بالقمر، وفي كون رابع. تخيل تخيل، ترى هذه الآن نظرية موجود أنت في كون ثاني، موجود في كون ثالث، موجود أنت يا فارس في كون رابع. نفسك شكلك حركاتك بالضبط، لكن يختلف بأشياء بسيطة. يمكن أنت فاشل ويكون ناجح، نفس الوجه. يمكن أنت تكون ناجح ويكون فاشل. هذه نظرية يا جماعة لا تحسبونها خرطة. قصدك نفس الشكل يعني؟ نفس الشكل، نفس الحركات، نفس الأب، نفس الأم. طيب لكن هو يصلح كرك نفسه بعد؟ هذه ما نقدر نلزمها. لاحظ معي علشان لا خلوا الاستفسارات بعدين عشان تختلفوا فيها كثير. ايوه ايوه، انا الحين اتكلم عن الموضوع، اقول لكم سيطرح اي عناوين. هل هو صحيح؟ هل هو خاطي؟ النظريه شلون جت؟ لا تظن الخيال العلمي بالافلام يتكلمون عبث، ترى يتكلمون من نظريات مثبته من 100 سنه 80 سنه، من اينشتاين، من ظهوره، كيف جت وش سوى بالكون، اشياء غريبه. حلو. لكن احنا اذا تكلمنا عنها بنتكلم عنها ربط شرعي. هل موجوده في السنه؟ هل موجوده عند القران؟ يا سلام. تخيل انها موجوده في القران، في قول ترجمان القران لابن عباس. صح. يا سلام. ابن عباس ترجمان القران تكلم عن النظريه هذه قبل 1400 سنه، لكن اثبتها ولا خطاها ما ندري. بيجي وقتها بتشرح شرح جميل وبتعرف. النظريه عجيبه مشوقه جدا. يعني تخيل راشد موجود في فضاء ثاني نفسه، وصوت غريب عشان ما نطول. التزامن موجود في فضاء هذا، اصبر ما ندري. هذه النظريه تقول التزامنيه، التزامنيه هذه اغرب واغرب. انت موجود هناك بعد؟ هذا كلامهم بنثبته ما ندري. اسمع بدون مقاطعه التكفل. التزامنيه عشان نطول. التزامنيه على شكل سريع. التزامنيه يقول لك انت احيانا تجد اشياء صدفه في حياتك، تمر في حياتك صدق والله، يعني مثلا متخيلها سابقا. ايه متخيلها سابقا، او تفكر بشيء سياره حمراء تمر سياره حمراء. ايضا واحد من ملك بريطانيا، علشان تكفون التقاطع، واحد من ملك بريطانيا وجد له نفس الحاله، ان وجد له نفس الواحد انسان مثل بالكون بالارض، نفس العمر، نفس الولاده، نفس الزوجه، نفس الاخ، انهبل. قالوا التزامنيه درجات، يمكن تزامنيه مطابقه الاصل 100%، وربما تزامنيه اقل، وتزامنيه اقل اقل اقل. صح. هذه شكلها غريب جدا التزامنيه، بتطرح موضوع مشوق. وكيف وضع التزامنيه؟ هل هو صحيح؟ هل هو خاطي؟ بيجي وقتها باذن الله. هذه بعلم النفس، لكنها لها ادله علميه وشرعيه نتكلم عنها. الوقت، لا طبعا التزامنيه وش توصلوا لها الاصحاب العلميه هذه مهمه. شوفوا لاحظوا، قالوا حقين اهل الفلك واهل العلم، قالوا اذا كانت التزامنيه فعلا موجوده على حسب معادلات الرياضيه، نقدر على شكل المعادلات افهم من اللي يفهمها صح. قالوا اذا كانت موجوده على شكل معادلات نقدر نكررها، لا نقدر نكررها ونقدر نغير الكون على حسابنا بالمعادلات. حنا نشتغل بالكون مثل المعادلات الرياضيه، نحركها على كيفنا. لا اوف، لكن الى الان ما توصل هل هي موجوده على حسب معادلات ولا لا. هم الى الحين يبحثون، اذا توصلوا بيبدون يحركون الكون مثل معادلات الرياضيات. كذا كذا يساوي كذا، يطلعون النتيجه كذا. لكن وما اتيتم من علم الا قليلا، بنجيكم وانت تذكرها بالتفصيل وتعرفون اكثر واكثر. الوقت هذه على شكل سريع، المستقبل، الماضي، الحاضر. الله سبحانه وتعالى عنده وقت؟ لا، الله هو حاضر، مستقبل، ماضي، كل شيء عنده. فلذلك تجد لمحه بسيطه على مسافه الوقت تعلمون ان فيه كائنات بسيطة صغير تعيش وتحيا وتتزوج وتلد وتموت. كل هذا تسويه تدرون كم؟ في فيمتو ثانية، يعني 15 مليون جزء من الثانية. كل هالوقت البسيط ذا، تخيل الكائن المخلوق ذا يعيش ويلد ويعيش ويتزوج ويلد ويموت ويحيا، كلها تحصل في هالوقت البسيط ذا. أثبتوه وعرفوا وش الكائنات. يعني الوقت الماضي ترى احنا مخدوعين فيه. الحين حتى الحاضر ما تقدر تقوله. تقولي وين الحاضر؟ ما عندك حاضر. يا راح، هذا ماضي. الا كلها راحت، ما في حاضر. فلذلك قياس الوقت عجيب. اينشتاين دوخ العالم بهالنظريه ذي، نظريه النسبيه. قال كل شيء ينسب لك خاص فيك، النسبيه الخاصه، لكن العام يختلف. اعطيك شيء بسيط. الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم ايش؟
أمر إبراهيم أنه ينشر الطيور على ثلاث جبال. نعم. ثم بعدين أمر قال إبراهيم الله سبحانه إبراهيم كان يسأل الله أرني كيف تحيا الموت وكيف أنك رب عشان يتطمن قلبي، قال أمر ورجع عنك مهن الطيور ونشأ ورجع من جديد. هذا يعتبر على تحليلهم عكس الزمن، يعني الزمن ما فيه مثل شريطة فيديو، كل الحياة الدنيا اللي عيشها مثل شريطة فيديو، تقدر ترجع تقدر تقدم، أشياء غريبة بتجي وقتها تشرح المسافات عشان ما نطول عليكم لأن الفلك هو الطويل، البقيات إن شاء الله قصيرة. المسافات بنتكلم عن سرعة الضوء، يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلو في الثانية، يعني يدور على الكرة الأرضية 8 مرات في ثانية واحدة الضوء سرعته 8 مرات، فلذلك تجد الشمس تبعد عنا كم؟ 15 مليون كيلو، فذلك تصلنا حنا ب8 دقائق، ضوها من يوم يطلع لين يصل هنا خلال 8 دقائق. أغرب من هذا النجم يبعد عنا سنوات ضوئية بعيدة ما تقدر تحصيها بدلا بالكيلو وغيره، بنشرحها بالتفصيل. فلذلك الضوء النجم هذا ضوه قبل 4 سنوات أو قبل 2 سنين أو قبل 3 سنوات، ما تقدر تشوف حاضرها أبد، ما تقدر تشوف حاضرها. ليش؟ لأنه بعيد عنك مسافات هائلة، فراح نشرح وش المسافات وش المقصود فيها. المدة بتكون من 15 إلى 20 دقيقة. طب هو ثابت في الجو يا أخي؟ بشرحها إذا جاء وقتها علشان سريع بس. أضاءات البشرية، الموضوع راح يكون تاريخي، المكان مركز بيت الحكمة، العناوين راح نتكلم عن القرن الخامس والسادس والسالفة القرن هذا ليش حددناه. جيبون وش يقول؟ يقول القرن الخامس والسادس من أحط، هذا مؤرخ فرنسي، من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف، يقول من أحط من أسوأ أدوار التاريخ، البشرية تعيش في أسوأ أدوارها بلا خلاف، يعني مجمعين عليه العرب والغرب والعجب والسلفتة كيف كانت حياتهم، أوروبا كيف كانت في الظلام الدامس، الهند، آسيا، الصين، كانوا بدائيين عقليين طفليين ما عندهم لا نظام ولا قانون ولا شيء. كيف القرن هذا ليش حددنا بالضبط؟ بعدها نجي للأمم الأوروبية، بعدها نتكلم عن تغير الكرة الأرضية، الله أكبر، حصلت هزة عجيبة في القرن هذا، والسلفة الهزة كيف نشأ، كيف التعود، كيف هذه بتشرح القارة. بتشرح لا. المدة من 15 إلى 20 عشان ما نطول. قضينا من الفلك، مواضيع الفلك، قضينا من مواضيع أضاءة البشرية، نأتي لمفاهيم مصححة، الموضوع واقعي، المكان مركز ركن القصيم، العناوين بنتكلم عن شيء ما راح أشرحها لكن إلماحة بسيط، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، هذه مفاهيم مصححة. لو عاب الناس شرب الماء ما شربته، هذه المفاهيم ذي تستقى منها أشياء واقعية يحتاج منها التعديل. المدة من 15 إلى 20، باقي موضوعين وننتهي. الموضوع الأول الطموح وعلو الهمة، هذا الموضوع ذاتي، المكان راح يكون الهنجر لأنه بيعرض فيه الشاشات وكذا. العناوين راح نتكلم عن كتاب السر والسالفة، كتاب السر 70 مليون نسخة طبع منه، وش كان يتكلم عن كتاب السر، كيف الذات تنشأ، هذه كلها أشياء عجيبة في كتاب السر. أيضا مواجهة الفشل، كيف تواجه الفشل ويكون إيجابي بحيث أنك تصنع الفشل إيجابي لك. الظروف لا تسمح، هذا كلام يكرر دائما سواء للنساء أو للرجال، الظروف ما تسمح، العادات، الألل، هذه كيف تسير وكيف تسهل. المدة من 15 إلى 20، مواضيع حساسة راح تذكر. نأتي للأخير وهو الإعلام، هذه آخر نقطة، ذكرنا 4 باقي الأخير. الإعلام الموضوع إعلامي، المكان راح يذكر في الديوانية علشان يوضع فيه شاشات أيضا، ويروح راح يكون الكلام واقعي أكثر من أنها أكاديمي، يعني ما راح نتكلم أكاديميين الإعلام فعلوا كذا وكذا، لا راح نتكلم عن أشياء واقعية، أشياء تلامس، أشياء أثرت، أشياء هزت. يعني مثلا العناوين راح نتكلم عن جوزيف غوبلز، جوزيف غوبلز هذا عاش حياته، رفع إنسان من الحضيض إلى أعلى المناصب، غير شيء في الخريطة والكرة الأرضية تغيير كامل هو لوحده. يوم جاء بيموت استراح لموته وقال الكلمة الشهيرة: أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. الله، هذه الكلمة الشهيرة، كان يعمل 40 سنة الله، وعلى خطة الإعلام وأثر وغير. من هو الإنسان اللي يرفعه؟ هذا بيذكر، رفع إنسان شهير ما يخفاكم أبد، كلكم تعرفون، راح نذكره وراح نعرف من هو الإنسان، وش قصة جوزيف، وش غير، وش اللي صح المفاهيم. دائما أنتم تكررون أن فلان قوي هو اللي صنع، لا، اللي صنع جوزيف غوبلز، حتى أنه هو الإنسان ذا القوي اللي دائما تقولونه، ذكر في أحد أيامه أن جوزيف غوبلز هو له الفضل الكبير. أيضا راح نذكر اليوتيوب، نتكلم عن اليوتيوب، برامج اليوتيوب كيف أثرت، وش غيرت خاصة في النشف الأطفال، كذلك وش غيرت بالشباب، كذلك المفاهيم واستساغة المنكرات راح نذكرها بالتفصيل، ونذكر أشياء بالصمت
أيضا كيف الحيطة وكيف الحذر، كيف الأبو يحاول أن يدرب ابنه يبتعد عن البرامج لأنها مؤثرة كثيرا، ونحن راح نذكر الأسماء أو بدون ذكر أسماء لكن يفهم. كذلك راح نتكلم عن المقارنة أنها من أحد المشكلات وأحد خراب البيوت، أن أصبحنا نقارن بالدراما والتخيل وهي مبنية على تخيل أصلا غير حقيقية، وراح نذكر المقارنة راح تأثر. المسألة الأخيرة اللي راح نذكرها في الموضوع هذا وراح تذكر بالتفصيل وبملابسة الواقع اللي هي الإعجاب. عليكم السلام ورحمة الله. هذه آخر موضوع اللي هو الإعجاب، هذه أحد المشكلات القوية راح نذكرها بالتفصيل بحيث لا يقبلها لا دين ولا يقبلها لا عقل ولا تقبلها كرامة. من ناحية الكرامة كيف أنت تتأثر بإنسان وتعجب بإنسان وهو ما درى عنك ولا فهم، هذه راح نذكرها بالإعلام بس راح نذكرها دينيا وتربويا وعقليا وكرامة. تفصل المسألة تفصيل واضح بسيط بإذن الله يستفاد منها الجميع وينال التوفيق للجميع. المدة 15 إلى 20 انتهى اللي عندي يا شباب، لكن هذه بتجي بوقتها بإذن الله. أبو دحم أبشر قبل ما تختم، أنا أول واحد أتكلم. أبشر يلا. لكن اللي نبي باختصار، اللي جاز لأحد المواضيع يقول أبو ملفي أنا بكون معك معاون بأحد المواضيع، موضوع الفلاني موضوع الفلاني موضوع الفلاني موضوع الفلاني، راح أختار كل موضوع اثنين 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 اثنين، وراح يكون في ترتيب قوي، راح يشاركون معي والشباب بيشاركون التفصيل، بيكون كل دور له ما بنبه على نقطة تذكر، راح نتكلم عن أشياء واقعية حساسة علشان تلامس القلوب ويكون النفع أعظم. هذا اللي عندي. طيب شباب الرجل هذا قدم حاجة حلوة احنا مستفيدين منها، واسمع له صفقة كشفية ابتدي. الله يسلمك ويكتب أجرك. يعطيك العافية. وياك وابو حجز الإعلامي. أبشر سجل واحد نفر يا جازت لي كل المواقع. الله يسلمك ويكتب أجرك. اللي عنده مناقشة عنده شيء يتفضل، مع أنه ما شرحنا شيء لكن تشويق إعلام. لا 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 وياكم جميعا. لا هذا الدحمي موضوع قوة. لا بد حضوركم الله يشرف حتى لو متأخر. يا أبو ملفي أبشر أبشر أبو ملفي. أنا أقول لك شيء، أنا والله أني أخذت فكرة من قبل وصلت. الله يحترم ورفع يدك. كفو الله يسلمك. كيف أنت الصحيب لازم عنك كل شيء. والله أبدعت. سلم أنت عندك حاجة نسيتها فيك تقدر تتقنها أكثر من هذا الشيء كله اللي هو ترويج. شوف البلدية بعد كيف روج للموضوع. جيت تقاس شوقنا. لا لا عيون الذهبي واي اخوان. كفو تستاهل رمضان. يا مال العافية يا هلا. رائع جدا. الله يكرمك. وشوف اذا نفذت هذا مثل ما كتبته مثل ما روجته بشكل جميل امامنا باذن الله اعلامي مختلف جدا عن بقية الحمد لله. الله يوفقك. الحمد لله هذا من فضل الله. يا حبك الله يوفقك. شكرا من جد على الدعم. يحبك الله يحبك يا رب. اجل بس اني ما لح حلو ما توقعت منك كذا الفكر. تدري وش اللي ذكرتها يوم قال أنه في الكون ثاني؟ ربي سبحان الله حكيم. سبحان الله تخيل من ذي الأشكال موجودة اثنين ولا ثلاثة في الأرض لذلك صرفت ربي حطها في الكون ثاني. ولا من ذي الأشكال اثنين ولا ثلاثة في الأرض كان أفسد الأرض لذلك ربي حطها في الكون ثاني ووزع. هذه الأسماء زعل حقت الكون. شو البلسمة أجباري منك الأثنين. أدري أثنين من أدري واحد باريس. لا 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 أثنين من أدري واحد باريس. أدري أدري لا تخيل والله لو اننا موجودين في الكره الارضيه والله السبعه اللي موجودين عندنا هنا اي والله فساد انتوا في الارض فساد ذا ما في منه الاثنين يا فنان هذا الدحمي ونبغى قربه قربه ما في الاثنين هذا عبد الله بن دفنه ترى ما منه واحد في الفضاء في واحد ثاني معنا 24 ساعه ابليس هو ابليس ترى يدون نفس الاعداء ابليس خريب ابليس ونفسي والهوى كيف النجاه وكلهم اعداء والله والله ما هي حلوه الهجاء اقسم بالله ما هي حلوه والله انت روحك تكفي من ابليس هذه تحتاج نظريه ثالثه نظريه عبد الله بن دفنه خاصه هو ابليس موجود اسمع 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 قال لا لا هو يقول انت هو ابليس يعني اثنين ها انت تكفي وظيفة ابليس سلك ذلك اقول انجمها والله تردق يا فارس والله انا عارف كل ما حد يعطم تردق يلا عط الله ادرك شيء خلاص اتعود من الشيطان يختفي قلت لك يا رجل هذه كيف طلعت من عقلك قويه نظريتك يا سلام عط عط سمعت يقول كيف طلعت من عقلك يدل على ان عقلك لا لانها قويه مستحيل يجيبها بشري رد عليه هذه ما يجيبها الا عباقره فارس يا حبيبي احنا لين الحين ما مستوعبين ان قلت ذي الكلام كله قلت عليك بسم الله يا مان هذا الشكل ما يطلع من كله جاك تعال 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 تعال
سبحان الله. نريد التشويق نظرية نظرية الذاتي كفو المكان الهدف. والله كفو اللي ما يابها صدق. والله طلع عنده عقل ثاني. سبحان الله. تحسبني مثلك انا ولو استخفيت وراي علم طيب. قسم بالله والله عندك ذبة حلوة لكن حظك ما جيت. والله لا ذب نفسي. كيف؟ والله لا ذب نفسي. ايش كلها قلها قلها. لو نبدالك تدري شو اقول؟ بقول عندكم عاملكم بعقلكم وعند العالم عامل بعقلي الاصلي. لا هذه قديم. والله؟ ما تنفع. ما هي حلوة؟ يا الحين انا قلت والله لا توسد. اقسم بالله يا رجل عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله. شو اسمه العالم؟ جوزيف ايش؟ جوزيف جوبلز. هذا يتكلمني فيه بعدين. وش جنسيته؟ الماني. المعروف الماني معروف. هو اللي طور بس احد يدري هو بينكم. هو ضوال عيد. لا لازم يدري ده عشان اذا جاء يشارك يقول انا عارف. هو اللي طور الكون. جوزيف لا 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 في القرن لا 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 جوزيف جوبلز اللي طوره من طور انسان شخصيه مشهوره. شوف بقول لك شيء اعطيك معلومه لا تصدمك فيها عن نص المعلومات اللي يبها عندي. تدري انا اتحداك سنه ضوئيه كم تساوي. يلا صبر صبر خلينا من السنه الضوئيه ما اشوفك شيء. لا لا والله تبطي هذه معلومات يا رجل. حصيلة أربع سنين. صبر صبر حصيلة أربع سنين. شفت هذا؟ هذا شرح لك. ها؟ والله شرح. لا 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 والله شرح لك. سمعني سمعني تحل ما شرح. سمعني لا والله واللي ورا شرح الفارس. ايش هي اللي ورا؟ حق والله ما اتذكرها لأن مخه ما يستوعب. اليوم وراك نايم. شغلتك غسل دوبني غسل دوبني كل اللي ما كل اللي شوف الدليل شوف غسل دوبني شوف شوف الدليل ان الدليل انا طال عمرك هذه الاشياء ما تستوعبها. مشغلين لك مهندس نظافه. في مهندس نظافه حلوه جدا لازم ترد. اسرح مسكته من اليوم يذب عليك وانت ساكت لازم ترد. يا ذي يسوي فتك بيننا. انا بسالك سؤال وش دخل الكره الارضيه والفلك والتاريخ؟ شوف يقلب عليه خلاص في شموع. اي والله هذه انا ابغى اسال. والله تدري ليش؟ لاني انا بنقل مشاعركم من الماضي الى الحاضر الى الفضاء. ما دخلت فهي دخل الفضاء وين؟ الفضاء والماضي وين؟ والحاضر وين؟ الماضي التاريخي الحاضر الواقع الاعلى على اساس انا قلبت مشاعركم حست وحوس. والله شكلك فلذلك وش يبي؟ والله يا شكلك ان روحي يغير مشاعر فلذلك يبينا ايش؟ يبينا شموع ورد عشان تهدي المشاعر. تدري اللي يعجبني فيه حلو؟ يوم ذاك اليوم قال عشان انكم اصريتوا اليوم يقول انا تاكدت اني قلبت مشاعركم تاكدت. اي لا تدري ايش قلت؟ تدري ايش قلت؟ شوف شوف قلت موضوع شيق انا متاكد بتسعدكم متأكد بنسعدك. يضحك دناك جوني ضحك. تدري شو أنا هذه بعلم الناس؟ هذه تدخله بالعقل الباطن تخليه يستمتع. تدخله بالعقل الباطن شريط هو كسر. لا ترى الحياة كلها شريط. اي لا شوفوا شو يقول فيديو. لو يقول لو شو يقول؟ يقول معادلات. ايش فيك ايش فيك يا ولد يا ولد؟ كلامك يا ولد انت كلام يا مسلم. خذ علامة روح علامة يا ولد. والله سحبتك العنز. والله سحبتك العنز يا ولد. سلامك مستوعب لما تستوعب. انا ما مستوعب ليش طيب؟ ما ادري اندمجت بسالفه سحبتك معي. شفت اني اثرت على مشاعره؟ شفت اني قلبت مشاعره؟ الرجال بدا يبصر. تخيل من هذا تخيل تخيل السبعه ذول اللي من الكون عندنا في الارض. يا الله الحمد لله ما في الا اندمجت بسالفه وعرفت وهكت. انا ترى اثرت على مشاعرك صح؟ والله اني قلبت شو اسمه علي؟ اثر على ايش؟ اثر على كل شيء. تدري سحبتك العنز ومين؟ تدري وش اللي ضحكني؟ هذا شكله جدي ذي الريال حسب يضربه حسب يضربه لا 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 ما عز قال يمكن يده نفسيه ولا شيء. لا 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 انا قاعد انا لا انا قاعد اطالع قلت لك ما في شيء انصدم. وش فيك وش فيك يا ولد؟ هو يسحبك يا ولد. ايش فيك يا ولد؟ شو اسمه حتى ما حاول يدافع على طول نزل. عرفت على طول نزل. والله انك استسلمت ما ادري هو خوف والله عليك الهبل. ترى لا بقول لك شيء. لا عن نفسك خليك خوي. لا عاد تحضرون المحاضرات لعبد الرحمن. والله محاضرات مضروبه. انا تخيلت واحد الثاني اللي معي شبهني عرفت اسحبك كذا. استغفر الله العظيم. الله يستر يستر لك. والله نكبت. الله يتب لنا. والله غيرت مشاعركم. اقول لك لا 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 يا ولد لا 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 خلي البث مباشر. لا 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 مساعد تعال مساعد يرى يرى خل خل الشباب. الله يبارك فيك. والله مالك الا مساعد يا عيال. ايه والله يا مساعد انك عجيب. تعال تعال دخل. والله العظيم ما اقول لكم الصدق. شيل هذا شيل هذا شيل شيل الحين خليه شيل. والله العظيم اقول لكم الصدق. والله العظيم اني يوم شفت يسحبك وجدي السالفه ايش في طاف؟ في شيء؟
واو وانا جلست ورا على جد تطير. انا تعرف واو 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 يا ابن فارس. انا طالق والله ساعتين قطعت. الله يصلح. يمكن تي عين. الله يصلح. هو يستابع عشان ما تي عين. الله قطعت ساعتي. الله يصلح. على اساس انها خربها صالح. شوف 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 هذا نظر. اوه يا الحساس. والله قطعها بقوه طاح عليها. الله يصلح. خلونا نتكلم مع المهندس. اسمع اسمع اسمع. تصرف مهندس ما يصلح. طالبك انا طالبك. تعال بالله بالله تعال. اسكت اسكت. ترى سبب المشاكل كلها. اوه بدبنا كابو. ايوه ايوه اطلع اطلع ماشي. تكفى مالي شغل. الله عليك. لا لا تكفى. طرحتك طرحتك يا ولد. انا بريك. انت من دفع من اللي طرحك ذا؟ ايوه لا افا لا افا ابو ترتارين نبيك. الله يسلمك ويعافيك ويكتب اجرك. يكتب اجرك. امسك فارس. امسك الحشمه الحاشمه الحاشمه. صح ما لك شغل. صح الحاشمه الحاشمه. روح روح اطيح اطيح خلاص اطيح. ما احتاج ما احتاج. لا لا مو بس طيحه استسلام بعد. ما احتاج ما احتاج. فارس امزح يودي سالفه جديه ترى. فك 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 عبد الله خلاص روح دب احنا خلاص. والله والله ندع ريبونك ندع ريبونك. زين جلسات. وين انت طيب وفت؟ اي بشر الله يغرب لك. رجعت ليش؟ والله رجعت لك. الله يغرب لك. والله رجعت ما لك داعي. يلا بسم الله بسم الله بسم الله. واه اقسم بالله اني اخاف. والله خاف. رب البيت نفسه هو يذكرك. والله العظيم يوم انك دخلت هناك من مرض قلت وسوسه ما ادري ايش وحسك تعبان. يلا يلا تعال عبد الله يسعدوني. عبد الله انا اللي بيقتلني. عبد الله تكفى. الله قال هذا اللي بيقتلني. والله يا ذبحني مرض نفسي. والله ايش فيك يا ولد؟ ولا دافع ولا شيء طاح على طول واستسلم ينتظر يذبحه. ادري يذبحه. يذبحه قال اوه توني فطنت. عبد الرحمن احسن ورودك من ايه شنو؟ اخ خميس شو تستفيد منه؟ لا 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 الله يقلعك يا فارس. لا اله الا الله يا عبد الرحمن ذبحت يا فارس ذبحت. تدري ايش فيك ايش فيك؟ ما ادري يا طارق. لا رجال جدي يا رجال من جده. ايوه من جده. خذ الورد هذا والشموع. ضربه شيء ضربه شيء ذا من جده يطرح من جده يسحب. وبعدين قام فجاه هو منسدح احنا نسولف فقام وسحبه. الله يغرب لك يا مساعد. يا الله يغرب لك يا مساعد. سبحان الله. لا سبحان الله. ايش فيك؟ لا عقل لا عقل لا وبعد معي والله والله انا لا شوف عند عقل. الله يشفي كم ساعد. انا ما شفتك صرت مهبول. هديبك لبك عبدك. يا لبك عبدك. الله يكثر منك. يا ليت السبع اللي في الاكوان الثانيه عندنا في الارض يجون مره واحده. اي والله اخ الواحد ما يكفينا في الارض. محمد عثمان ما شاء الله عليه بس ياكل. ها يشيل الورد ولا الورد حلو بمنظره. سلام. الله ابو كاتم اللي استلمناه. ها؟ خله بروش. ها؟ بروش. لا يباله بروش. ها؟ ما عنده سن نظافه. اخ صدري 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 صدري. ها؟ اخ ما صل. ابشر ابشر. ومالك فاهمها وش بتقول عنها؟ هي والله اني منبسط لكن فاهمها صعبه. والله ما هذي فاهم التزامن ذي اربع سنوات وهو يحضر لها التزامن. انا بشرحها شرح ينسبكم. ما انا بشرحها شرح علمي يعني مثل شرح تو البسيط. ما انا بقول له ايوه بعدين هو يقول بجي معاه بيعلمني ايش بقول وكذا صح؟ ايه يا سبحان الله. زي عندك هذه المزامنه. هذه توسوس بالمزامنة. ايوه اكثر شخص مزامن. واخذ امثله واخذ كيف الوقت اكثر شخص مزامن. اقسم بالله يعني لدرجه بعض الحين اطلع انا من هنا اتخيل اني بشوف واحد قدامي اجي له قدام. قل والله اقسم بالله. ايوه قولي بالله منك. والله العظيم هذه التزامنية. واقرا اقرا ايش اللي بيصير بعده كذا يجي في بالي. عاد انت ما تنبهني. ها استغفر الله تقرا اللي بيجي. هذه ظاهرة. أنا قلت سألت دكاترة نفسية ما شفتني قلتها. قلت هذه لها روح دكاترة نفسية. بعد رحت دكتور نفسي عشان دي. قل والله. قال هذه حالة مدري ايش سماها. يقول حاجة فخمة. قلت والله. اي والله اللي فهمت أنا حاجة فخمة. يلا ابدا على بركة. يعني بعض الأحيان أتخيل إن في مشكلة بتصير وتصير. عبد المجيد بتبدأ عندك موضوع فلاش مبوش. أنا في الموضوع
انا بروح والله ذبحتونا من الضحك والله فاتك شيء ايش والله فاتك شيء ذبحنا من الضحك انا بحياتي ما قد شفت واحد شخص يمساعد مساعد هذا انا ما قد شفته انت تكلم انا وعبد الرحمن وفارس جديين الف فهمت وين ضحك ميتين من الضحك ومساعد مسدوح تحت شوي يقوم مساعد ويسحب يلا تغير لا تغير الحين فقرتنا الحين فقرتنا شوي اسحب شوي اسحب ليش مسكر تاكي 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 لا يا رجل يا رجل كذا لف داير هاي اقول داير بعطيك مساعد هذا السالفه اقول لك شوي شوي مساعد ما ندربها لين سحب يا الريال طيحها وقام وجدي ما يضحك ريال خام يقول ايش فيك؟ سحب الفلر راح سحب الفلر والله انت تتكلم من اللي انت تتوقع راح سحب الفلر تجي العنز والله تم يسحبه انا يقول ايش فيك؟ وانا وش زدنا الضحك؟ قضى قضى طبعا قضى خلاص قضى يا شيخ في العشاء والله ان ذبحتنا من الضحك ما صار شيء ها؟ صار شيء من جد؟ شكرا حياك الله يلا انقلع انت وش تبغي؟ خليك بعيد انا ابغي فارس بروحه عندي فقره انت فقره والله ابني ما جبت انصحك لا تجيب فقره اوصل هنا عندي مشكله حلويات القصيم بالله تعال وعليكم السلام الحمد لله أطرد الرجل له كهنا زمانه تدرد زمانه يا خبايب طرد الرجل له كهنا زمانه يدرى زمانه يخلف العزم والهم واحد صفر ها نبدا يعني تبي تلعب انت ايه انا كابتن حكم شنو تلعب لا تلعب وراك تلعب ابرو ايه؟ يلا يلا نبدا اللي طيح منه يطلع على طول لا ها كم النتيجه خمسة لا لا 11 الحين كسب سلامات 11 عند عندك كسب سلام الحين واحد واحد لا الا هذا كسب سلام هذا كسب سلام احنا لقب شيء تمرن يلا واحد صفر يلا واحد للجميع
واحد للجميع؟ ايه لان ضيعتها برا. انت ضيعتها؟ اضرب ضربه هنا واضرب ضربه هناك. اوكي. واحد واحد عندك ارسال، من اثنين ارسال. اثنين واحد عندك ارسال، هات. شنو هذا؟ شنو شنو؟ هذا واحد. يا كامل وصوفك. ثلاثة اثنين. قلني متى شو؟ فلسفة صح؟ ثلاثة. ها؟ ثلاثة. أربعة ثلاثة. أربعة ثلاثة. خمسة ثلاثة لي. خمسة ثلاثة؟ إيه خمسة ثلاثة. خمسة له؟ إيه. إيه أنا مركز. ستة ثلاثة لي. ستة ثلاثة السالم السالم ليش؟ ما تعرفني مشكلة. الخمسة. خمسة بمضراب. عيد. عندي. ستة ثلاثة. سبعة ثلاثة سال عندك. ثمانية ثلاثة. إنسان عندك بقيك واحد. يا أخوي لا تستسلم يمكن أنت تفوز. ما استسلمت. ثمانية أربعة. أنت أربعة صح؟ أنا ثمانية. ثمانية خمسة. ثمانية خمسة. ثمانية ستة فرق اثنين الحين. عندي. تسعة ستة. عشرة ستة أخير هنا عندي. تعال أنت هالجيم هذا آخر هذا يا أخي إيدي مش فيها. يلا يلا تعال يلا. شنو هذا؟ شنو وشنو؟ شكو هذا؟ نبدأ أنت ولا أنت اللي تبدأ؟ دقه كذا بيني وبينك الحين تمرن طال عمرك. واحد صفر صح؟ واحد لمن؟ واحد لي. ليش واحد طقيتها غلط؟ تمرن الحين تحسبني ما اعرف. يلا تكلم من جدك انت عليك صح؟ ها؟ يلا يلا الحين ما في صفر صفر. زيد 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 راصيدك. زيد 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 راصيدك. يلا 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 زيد راصيدك. يلا 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 زد راسي. اليوم ثمانية. ثمانية. إيه. تعرف أنت اتجاه القبلة من النجوم؟ والله لا يا فادي. أنت تعرف؟ إيه. كيف؟ ما أدري والله بس أنا عمي أعرف. والله نعم عمك. ما عليك زود. يا أخي والله إني تضايق مليت. تضايق؟ إيه والله. اللهم اجعله خير. درست كلية. ايه؟ تخرجت دورت وظيفة. ايه؟ ما لقيت. دورت واسطة دورت شيء ما لقيت. تعبت والله تعبت. تدور شغل؟ لا بش اي شغل بس ما لقيت. قدمت ملفك على كم؟ كل مكان اروح ملف والله ما عندنا شيء. اذا صار في شيء بنكلمك. ولا احد كلمنا ولا احد شيء. شوف يا عبد المجيد انا سبق قلتها لغيرك والحين اقولها لك. ايه؟ ترى اللي يقدم ملفه لغيره هذا زين بس لزين انه يقدم ملفه لنفسه. وهذا اصح. وهذا وكسرت الله بركاته. وهذا اصح انواع التقديم. يعني انت الحين يا عبد المجيد الله سبحانه وتعالى معطيك العقل ومعطيك القوه ومعطيك الطاقه ومعطيك القبول وتروح تقدم ملفك علشان تناحر عشان راتب 3000 ولا 4000 ريال. ورا ما تقوم انت بيمناك وتشتغل وفرص الشغل يا ربي لك الحمد كثيره. أنت عبد المجيد ورا ما تروح الحين تدور لك حدا هسكك اللي فيها الشوارع كثيرة وتفتح لك شاهي جمر. شاهي الجمر يا طول عمر يدخل لك بالشهر حول 6000 ريال. أنا أبيع شاهي جمر. تبيع شاهي جمر ورا ما تبيع شاهي جمر. يا أخي دارس كلية ومتعلم أخر شيء يبيع شاهي جمر. أنت دارس كلية كم بيعطونك راتب حد الشركات؟ أنا أسألك. 3000 4000. بيعطونك 5000. شاهي الجمر يدخلك 8000. هي ترى ما فيها شيخة ولا فيها كبر ولا فيها الكبر لله سبحانه وتعالى. وبعدين الريال ان انت تحصله بيمينك يزيدك قدر ومعزه
لكن الريال يجيك بارد تنبرد وانت قاعد بمكتبك ولا تستاهله، هذا الله اللي ينقص من قيمتك داخل قبل ينقص قيمتك قدام الناس. قيم شد حيلك، واللي يستنقصك ترى هو الناقص. حجر من بكره ان شاء الله ببدا المشروع، توكل على الله وحنا معك باللي تبي ونمي سندك مثل ما قال محمد بالدعاء. كفو، ربي يشرح صدرك ويسر امرك ويفتح لك فتوح العارفين. بيض الله، اللهم امين. عزيز الله، عزيز الله، احنا بنجرب المشروع ان شاء الله بينجح. يا ان شاء رب. الله باذن الله بينجح. فالك التوفيق يا رب، حشر اغراض وجمع اغراض يا حبيبي. الله الله يوفقك يا عبد المجيد، تستاهل كل خير يا حبيبي، تستاهل الطيب. بارك الله. شاهي جمر، جرب شاهي جمر، ايش ورانا يا اخي؟ شاهي جمر، شاهي جمر، بسم الله توكلنا على الله. هذا شاهي الجمر جاهز. اقعد هنا ولا كيف؟ ما شاء الله. بديت الفلاش مو ها؟ بديت شاهي جمر، شاهي جمر، شاهي جمر. سم سم بريالين. شاهي جمر، شاهي جمر، قرب يا ولد. شاهي جمر، قرب يا ولد على الشاي، قرب يا طعامته يا ولد. طاعم جاهز لك. الله كفو والله. شاهي 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 جمر، شاهي جمر، شاهي جمر، شاهي جمر. ما شاء الله، وش عندك يا طيب؟ عندي شاهي جمر يلعب الخفوق. وش شلون شاهي يعني تبيع؟ ايه بريالين الكاس بس يا بلاش. ومشغلنا وشاهي واخرتها مشروع وكوب بريالين، مؤسسات وشركات وشاهي جمر بس. يا اخي الشاهي وش بو شاهي جمر؟ ما ترى خلص لك واحد، خلص لا لا ما يحتاج، ما مالي نفس. تراه طاعمك. لا لا ما الله يعطيك العافيه، مع السلامه. شاهي جمر، شاهي جمر يا ولد، شاهي جمر. بريالين، بريالين بس، بريالين. شاهي جمر، شاهي 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 شاهي. قرب يا ولد، قرب. تعال 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 ذق الشاي. تعال 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 ابلك خروف. شاهي جمر، ايش اللي شاهي جمر؟ الله يرحم والديك، ايش اللي شاهي؟ بجدك انت ولا تمزح؟ بريالين بس يا اخوي، وطار عندك الجامعة حسبالي وشاهي وجالس تنصب علي تمطه كذا تقول برغوة. يا اخي ايش اسوي؟ ما لقيت وظيفة ابيع شاي جمر. يا اخوي ايش اللي شاي؟ كوب ريال. وبعدين بالله بسألك سؤال، يعني انا ابغى اشتري شاي، اشتري من عندك من هنا مكفوش مدري مكشوف؟ ما ماني شاري من عندك. بعدين بالله ابغى اسألك سؤال، يعني تخيل تخيل تخيل، بسم الله الرحمن الرحيم اني طفيها كذا. لا لا لا، من وين تعبيها يا اخوي؟ ما تبي شاي يا اخي؟ ما تبي شاي؟ طب بالله ذوق كوب 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 كوب، سوي لي كوب. ما في، لا ما في يا اخوي، انت تقول خويك كوب بس. لا تبكي على، تتخرب انت علي. ما في يا اخوي، وانا بطقطق عليك العالم. لا حبيبي ما عليك من العالم. ابو جمر تبي تشتري اشتري، ما انت بشاري توكل على الله. حتى لو بشتري ما بشتري، حر كيفي. كيف شاي جمر؟ بالله الله يستر عليك. طيب يعني شاي جمر كيف يعني؟ خلاص الله يستر عليك، ما انا راجع، ما انا اتكلمك انا. طيب كوب يا جمر. الله صدق انا لو غيرك خلاص اتكلم. تذكر على الله، شاي جمر، شاي جمر، شاي جمر. هلا بالحبيب، هذا اللي بيشتري. سلام يلا حيه، شلونك؟ طيب اخبارك؟ طيب ما ادري يا اخي، شاي جمر ما ادري ايش، ما يعيبك شيء. شوف ابو شيء كل شخص حيل، وانا باخذ من عندك شاي الحين. كفو، ويض الله وجهك، ويض الله وجهك. هذا الكريم عبد المجيد الطويلس. والله ونعم، والله ونعم، والله ونعم، والله ونعم. احنا ندعم العماله السعوديه طال عمرك واجتهد ولا عليك من احد. تبدا من الصفر تطلع للمية باذن الله. كفو، تامر لي بشيء قصير. سلامك رضا، يلا سلام، الله يستر عليك. شكرا، مرحبا. بس ليش ذول يحطمون من كذا؟ من اليوم ابيع ما شاء الله من الاثنين، ثلاثه يجون يحطمون. ماشي، احس المشروع ذا بيفشل، لعب علينا ذا. احلموا كل شاهي جمر، شاهي جمر، شاهي جمر، ما جاب لنا احد. شاهي 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 جمر، شاهي جمر. هلا مجيد. هلا، اهلا يا اخي. وش مشاريعك الفاشله ذي؟ لا اله الا الله. اي والله ما يصير يا اخي، اللهم اجعله خير عسى باشر. يا اخي يجون يطنزون علي، تبيع شاهي جمر معك شهاده، يكبونه على النار مويه. يا اخي والله فاهم من اللي تطنز بك؟
الناس اللي تجي تخطم. أنت تعرفهم ولا تعرفهم؟ لا بس كذا يجون يتطنزون علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب دخلت ربح شيء كسبت شيء؟ ما في إلا اثنين شهر والباقيين كلهم يستهترون يتطنزون. يعني 4 ريال دخلت طول يومك 4 ريال؟ بس تقول لي مشروع ناجح ولا مشروع تحكي علي أنت. يا عبد المجيد ماني بكذب عليك ولا بتحايل ولكني أنا نصحتك بأحد المشاريع. كونك أنت ما نجحت بهالمشروع ترى ما يعني أن المشروع فاشل ولا يعني أنك أنت فاشل. كل اللي بالموضوع أنه يمكن المشروع هذا ما نسبك أنت ويمكنك أنت ما قدرت تتأقلم مع هالمشروع عشان كذا أنت ما قدرت تنجح فيه. وكل مسخر وكل ميسر لما خلق له. أنت يمكن لك تجارة خاصة فيك وهذا ما يعني ترى أنك ما تقدر تنجح بالتجارة. من أول ما كان في وظائف وكل اللي تعيش على التجارة وتسعى عشر الرزق بالتجارة الحمد لله رب العالمين. فندور التجارة اللي تناسبك. هذه التجارة يمكنها صدق ما تناسبك، ما تناسب أسلوبك، ما تناسب طريقة طرحك، ما تناسب شكلك. عمك يشتغل بالسيارات صح؟ إيه. محمد هو ولا خا؟ إيه محمد. عمك محمد. يمكنك أنت تنفع إنك تشتغل بالسيارات مثل عمك. أقعد مع عمك شوي، شوف وش يقول لك أو كلمه أو إن كانك تعرف خبرة من روحتك وجيتك معه حضرك تشتغل بالسيارات ويفتح لك الله فتح ما تصورته ولا تخيلته. واللي يسعى ويطق باب رب العالمين الله ما يرده يا عبد المجيد. والفشل اللي علمنا القوة يا حبي لك. شد حيلك بالجاي. إيه المشروع الأول ما نجح، خلينا نجرب المشروع الثاني معرض سيارات. يا أخي عمي ما ضره، عنده مشروع ما شاء الله ربي رازقه. بسم الله مشينا. بعد إذنك يا حبيبي الله يسعدك. بسم الله موفق إن شاء الله وياك. إي والله عمي ما ضره يا أخي، ما شاء الله عنده معارض عنده شغل. قرب المعرض نشوف لعل الله يوفقنا إن شاء الله يفتح لنا الله رزق نصير من التجار. يا الله تخيل. لا بس مسلح ما شاء الله تبارك الله الله يرزقنا ان شاء الله. جرب المشروع ممكن ينجح. اوه هلا بالحبيب. هلا هلا يلا حيو. والله الله حيو. يا هلا يا هلا. يا هلا والله. يا هلا بك. طيب يا هلا. سم مساك مرتاح. سم مامر يا الغالي انتظرك من اليوم. انا تكفى هالسياره ودي ببيعته. يا بعد روحي غديك تحرج عليها ولا شيء نبي نبيعها بالله. ابشر بعزك ابد مالك اللي طيب خطرك. تكفى شوف لنا السعر الزين. تكفى كم تبي سعر انت؟ والله نبي ما ادري انت يعني انت اللي عندك الراي ما ادري كم تجيب يعني لكن يعني ما ودنا تكسرون بالسوم ويودكم يعني ودنا تجيبونه بسعر مناسب. اسكت اسكت يا التجار. كم اقول على كم الزين؟ شرط 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 البادي شرط افتح بابه. كم اقول شرط ما يحتاج. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا حيو يا هلا. ايش هالموت مبروك. يلا حيو يا هلا بكم. ها افتحوا ابو الزين مره. شرط الشرط شرط شرط الشرط ما يحتاج. ها كم اقول؟ 5. لا شوي الخمسة ارفع شوي يا اخي فتح باب يا اخوي. لا لا شوي ارفع فوق ارفع. 10 ارفع. 10 ارفع شوي بس شوي. اسمعي ماكك الموتر يا اخي جديد. شوف حرام عليك يا اخي والله نظيف الموتر. 10 10 انا فتحت باب 10. كم وصل السوم؟ 10000. فتح السوم 10. والله حرام عليكم يا اخي موتر جديد. 10000 10000 10000 10000. 15 15 20 20 25 25 30 30. ها يا طيب عندك شيء انت تزود 30 قول. 35 كفو. 35 40 40 40000. هذا الكلام كان شبت انت. 50 50000 50 كم وصل؟ 50 هالمره. زيد من شرب بنبيع عليك. 55 55 عندك شيء مره؟ زيد هالمره ترى بنبيع عليك. ماني بزايد مره مره. عندك شيء يا حبيب؟ بارك لي يا اخوك الساعه معها. لا عندك شيء يا الحبيب ولا بنبيع ب 55؟ بارك لي بارك له خله ب 55 تهنى نبيع يا حبيب. 55 ما تم. غادي يزود شين تم ما بلت تمام ان شاء الله.
55 يلا والله الله يربحك الله يربحك مشينا الله يبيض وجهك مشينا مشينا رح مع الرجال للمكتب ويبي يدلك ويدفع لهم الدراهم واستلمها اليوم واستلم الموتر اليوم الله يبارك لكم الله يبارك لكم ما شاء الله مبروك الله يبارك فيك الله يبارك فيك تعرف والله الشهر ذي احبه والله 20000 بيعت موتر بس رزق انا خبر ابو صالح عارض موتره عارض محلاته للبيع خل ادق عليه غدا يرد علي بكلمه واشوف غدا يرد السلام عليكم هلا ابو صالح يلا حيو شلونك طيب علومك خبرك قبل يومين مطري محلاتك للبيع ما ادري وصل لك كم سوم ولا بعته ولا ما بعته لا ما بعته ما شاء الله زين كم وصل عن 650000 ما شاء الله كم فرع 120 122 كفو كفو والبيع محاريه كم حول ما حول حولنا يعني خلاص 57 ها بعت علينا إيه مزبوط خلاص كافو أبد الحين الحوالة بتجيك على البنك وبنجيك إن شاء الله بنكتب العقد وتنتهي الأمور كلها بإذن الله خلاص الله يجزاك خير الله يجزاك خير الله يجزاك خير بمان الله الله يستر عليك يا هلا بك الله حي كفو والله شرينا ما شاء الله 122 فرع إن شاء الله ربي بيرزقنا ونزود نفتح إلى 200 فرع بإذن الله بإذن الله كفو والله الله يرزقنا الله يرزقنا والله فعلا صدق كلامه غير المشروع لو رسبت غير المشروع ثاني ممكن تنجح ما شاء الله السلام عليكم سلام يلا حي كيف حالك انا بشغل المدير شلونك طيبين اخباركم تمام يا علاوك يا هلا يلا حيوا شلونكم شلون البيع اليوم والله البيع زين الحمد لله تمام ربي لك الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله شدوا حيلكم بس نبغى كذا شويه فضايل ازهر البضاعه بتجيكم ان شاء الله باذن الله لا بتجي كل البضاعه ان شاء الله بس ابيكم تشدون حيلكم شوي الورق على فسفوري على النابي على احمر لا ان شاء الله بتجي كله بل جاي على اليوم انت عارف مقبلين على اجازه ومقبلين على لا بتجيكم البضاعه كلها ان شاء الله بس انتم شدوا حيلكم شوي نبي النواقص اذا في نواقص واذا في بلوك فخمه واذا في اشياء جديده لا ان شاء الله الامور ان شاء الله بالتدريج ان شاء الله بنوفر كل البضاعه زين الارض كنت زي كذا لا ممتاز سلام عليكم هلا ما شاء الله يلا حيو ما شاء الله وش هالزين وش هالزين ما شاء الله السلام عليكم حياك الله شو اخبارك طيب استريح الله يطول بعمرك وش هالزين ما شاء الله هالزين وجودك طال عمرك جانا العلم ما شاء الله ان الله وفاك ويسر امورك شفت ما شاء الله اللي يشتغل ولا ينتظر من الاخرين شيء يرزقه رب العالمين صدقت ما شاء الله عليك وش هالزين ما شاء الله المحل اللي يفتح النفس ما شاء الله لا الحمد بشر لله بشر على الأرباح لا تمام شنو شهر جمر أوه. لا هو على ما قال هو نقطة النجاح شهر جمر يا رب لكن أقول الله يجزاك خير ويرفع الله مقدارك الله يطول والله يهينك والله أنك تستاهل كل خير والله يوفقك الله يطول بعمرك تسلم تبي شاي خلي زبط الله شاي. يغنيك الله يجزاك خير بس والله بس إني والله جاي أبارك لك وهنيك والله أقول الله يوفقك والشيء اللي أنت سويته هذا تحريت الرزق من رب العالمين ورزقك الله صدقت اشتغلت بالجمر ثم اشتغلت بالسيارات وحين لك تشتغل بالساعات صدقت عقبال إن شاء الله ما تشتغل بالذهب بإذن الله يا حبي إن شاء الله الله يجزاك خير تسلم تسلم الله يجزاك خير بارك الله فيك يا حبي لك تسلم ويسلم راسك تعال خلني بقول لك كلمتين بس سمى بشير سمى على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم الله يبيض الله يسعدك والله انك تستاهل بارك الله فيك يا حبي لك يا حبي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بيض الله وجهك ما شاء الله هذه كانت قصة كفاح ما شاء الله ما شاء يا الله يا سلام يا سلام والله فقرة رهيبة اسمع على طاري الكفاح بريجنا خلصت منه ها بريجنا بريجت كله
كفو مثال طيب للكفاح. ها هذا يلا نجاح بعد الكفاح هذا نجاح يتسحب. الله يوفقك تحيه واحترام يا بطل. والله بطل الف عافيه. والله بطل شكرا يا عبد المجيد. بشريطي بعد اي كفاح يكون النجاح. نعم دراهم لا تنسون على القسمه. شوي والله انك وحش. 55 كسبت السعر اللي تحت الباب. فتحت الباب كسبت السعر 5000 فهمت. يلا فينا يقول زد شوي ما تفكر ما تفكر اخو عليك شفتك ابو عاشا طبعت انا كيف والله يوم شكرا والله شاي حقك لذيذ بارك الله فيكم والله يا انت فخ كفو ما قصرت عندك قاعد يا اخي والله يا ابو يعرف يعزز يقول تعال ذق لا يا شيخ انا جالس بالله يعني قال لك اغريت هذا قال لي راح جلس والله يا يا شيخ واجيك بتعزيز والله والله يا انت ما تعرف تعزز والله انا اللي جبت العيد طمرت كذا انا اقول فقره جميله صراحه كانت فارس قبلك اتس اوكي اتس اوكي لكن بطل ما قصرت يا مجيد والله انا ايش قلت لي راح اجلس هناك انا مدري ايش صار راح اجلس هناك ابي بينكم انا فارس ايه انا قلت لهم بالله من كان تخطيطك الاول ها من كان الاول كان انت الاول هو قال لي راشد ادخل هو فارس انا صح انا هذه الكواليس لا بس هو ايش قال لي بعدين في الاخير ايش قلت لي والله حركت وين ما قصرت قلت خل ابرش مكاني ايوه قلت ابرش مكاني يعني انت تصير اخر واحد خلاص زانت والله زانت كان جميل بس بطل والله بطل جاكي يا عيال هنا الورد بيقسمون علينا من الراتب لو جا الضيف هذا ما ادري ايش دخلني الرحمن مطيري وين عبد الرحمن مطيري ما بيشيل الا مهندسين النظام ما نتفاهم هلا انا تعال انا ساعدك انت ايش ضيافه ولا نظام تعال هذه داعسينه طب انا ما ادري ايش فائده الشموع وش كانت فائدتها ما ادري هي رومانسيه اهنيك يا جاكي اهنيك تعالوا خلينا نساعد طيب في مكنسه مكنسه ما ادري مكنسه ما ادري في مكنسه بس فارس هو ما قال له واحد اصلا خلاص عطني اياها انا افضل من فارس هو مهندس النظافه اصلا يا اهل القريه يا اهل القريه ورا ما تعقب يا اهل القريه عقب وين انت منت وين انت منت لك يا رجل وين همبه ان الشباب عند النار ينتظروا يا سلام يا رجل شوف, 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 شوف على انه في اعلان شوف شوف يا اهل القريه قالوا شيله والله لو من اللي قالك شيله ولا مسوي ضيف تبغى انا نخصم منه اشارك ورد مجفف حلو ورد مجفف ما يعرفون ورد مجفف ابو كاتب يجي يخصم علي ما يعرف حتى يعرف فارس ابو كاتب اذا جاب يخصم عليك ورفعت الورد مجفف وعطيته استانس يا رجل شرط انه ما يخصم عليك ها اليوم وش موعدي ها ايش قايل مواضيع رومانسيه انت ليش كل شيء قايل دامك ما حضرت بكيفك تعال حبيبي لا انا حضرت انا حضرت والله انك انا اللي حضرت ادري ما حضرت شوف 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 ابو كاتم انسان عاطفي لا يا شيخ انسان ابى اعلمك ما شاء الله تصورون سنابات سوا ايوه شوف انسان عاطفي رقيق الجرح اذا لامس قسم بالله انك تخاف عليه بشرته ونعومته كله مثل الطفل والله من شفته والله والله يا ولد يا مسلم عشان هذا انا نظف انت تدعس عليه اجل هذه كناك انت تنظف انا جمع طيب جمع جمع في مكان الله يلعن الشيطان استغفر الله بالله خصم 100 لعنت الشيطان يعني اذا لعنت الشيطان يخصم مني بالله مساعد شوف شوف حبيبي والله الله يعينك انا اللي مسويته على عطني كنس ولا اجيب مكنسه ثانيه والله ولا اتعبكم يا حق البلديه انا كلي في خدمتكم لكن اسمعني لا تخاف من ابو كاتم ابو كاتم اذا شاف الورد مجفف وهو ناوي ينخصم شرطين صار خصم الرجل عاطفي الرجل رقيق مره جدا يا عمي اصلا من شفته مشاعر فياضه او والله العظيم من شفته هو 4 في 6 جاي ما شاء الله تبارك الله غسلت يدي غسلت يدي رقاقه رقيقه الله ما يرحم ولا يمنتج
حتى الخصم تدري انه اذا خصم يطلع يصيح يتندم على القناة. السلام عليكم. ايوه بالله كاميرا صورت سنابات فيها. لا ما هو بتصور سنابات بس الرجل اعرفه من ملامح وجهه. من ملامح وجهه. طلع من هنا يصيح. ملامح وجهه. وجه الله لا تدعس له. يا الله يا حركات مساعد. مساعد. المشكلة ما يقدر يقول لك شيء خايف من السحبة. لا يا مساعد. لا انت بديت الحين تجاوز حدودك يا مساعد. ايش؟ تخيل لو ضربت خشمه ثم دخلت مثل القزاز اللي في الجبهه. يا الله بالله في مكنسه؟ لا ما بالله هذه قال في مكنسه. والله لازم يا اخي انا اللي مخرب اساعد. راشد يا راشد تعال جاكي. والله امي كل يوم كانت تقول لي قلت لها قالت لو رحت برنامج واقعي وش بتقدم؟ حلو؟ خلنا نتكلم بالله، قاعد اتكلم جيكي يعني انا ما ابغى تقطعون حبل افكاري. اقول امي كل يوم كانت تقول لي لا رحت برنامج واقعي ايش بتسوي؟ قلت بقدم الانشاد والشعر والقصايد والنوم الزين. سبحان الله من عكس الايه، ان قال فلان ان الله يشغلك في هذه الشغله صرت اكنس. يا الله ايش رايك راشد؟ امك تبيك بصوره مثاليه تتفاجئ الى وجه الله تمسك وجه الله تنظف البلاط. والله يا مساعد انظفها تجي تشيل اقسم بالله. تنظف الله العظيم ورئيس كل اسبوع انت في البلديه تنظف. فارس وش قدمت ببرنامج زد رصدك باول اسبوعين؟ والله انا قدمت اني انظف البلديه انظف المقريه كل اسبوع. كفو 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 كفو. ايش ان شاء الله تاخذ فارس زد رصيد. ايش ان شاء الله اخذ فارس ايش؟ فارس المهندس فارس النظافه. حبيب قلبي والله فارس النظافه. فارس الانشاء. فارس النظافه. ثبت يدك وش فارس الابداع. فارس العزه. فارس الكرامه. هذه ارض وادم هذه يا رجال درجها. المفروض الواحد ينظف اول باول. يا تبع النظافه من الايمان. لا تخلي النظافه. سعد اسمعي وش قدمت في زد قريه رصيدك؟ والله قاعد اعزز المهندس النظافه. لا ثبت يدك وش ما عندي الا ثبت يدك. وش جالس تقدم في زد قريه رصيدك؟ قدمت اني عرفت ريجيم مثل الرجال. شراك الطيب. ما اضمن شراك الطيب. شروات الطيب شروات الطيب ورقت رجعت يعني قاعد انا يا اخي ما يقوى قلبي والله. ليش ما ليش ما عليك يا رجل. صدق الرجال مثل ذول نفخر بهم. كفوك الطيب. انا افخر بهم. شروات الطيب. فارس انا افخر بهم. كلنا نفخر بفارس. كل حتى انا افخر فيك. بس ولا يبقى انه مهندس نظافه. يا عليني كفارس. يا مهندس النظافه كلنا كريم. لا تدري وش زينته؟ زينته متواضع رجال. اسلم فيكو النظافه ايمانا. اسلم فيكو النظافه ايمانا. يا مهندس النظافه من الشيطان نظيف نظيف وكنس نبغى راشد القحطاني. نعم. ومعنا اخر فارس ابرز الايجابيات اللي تتقدمها في القريه. والله انظف هالورد اللي كان فقط عبد الرحمن. طيب تعال راشد القحطاني. نعم. وراك تنظف الورد المجفف خايف من بكات. واذا تدخل المدينة الناقصة وراك تنظف الورد المجفف بالله عليك. يا مهندس النظافة وراك تنظف الورد المجفف في القرية يا راشد. لأني ما نظيف لأني بس خايف من أبو كاتم. بالله هات شلبك. المفروض ينظف اللي تسبب فيها. يلا هي بنعطي. فقال الأصمعي أنا البسيط الكرامة. عشان تلتفت عليه بس أسلم. قال الأصمعي حدثني رجل من العرب. العرب وشو؟ العرب يعني وشو؟ يعني بدوي. يا سلام أبوك في الجنة. قال خرجت أطلب عق الناس وأبر الناس. زين أبو علي وين أنت للربع؟ فكنت أطوف بالأحياء قد انتهيت إلى الشيخ في عنقه حبل. شو يقول؟ أي الريال بمئة ريال. لا مو بتطوف. قد كنت اطوف بالاحياء. وش اطوف؟ وش اطوف؟ يدور يا شو. قد انتهيت الى الشيخ في عنق حبل يستقي بدلو وشو؟ بدلو لا تطيقه لبل. لا وشو؟ اللي قبلها في الها. اسمع يا ولد وش تقول انت يا ولد؟ الله يقلب. اسلم في الهاجره. اي والحر الشديد. الحر الشديد. والحر الشديد. وخلف الشاب في يده رشاب. هرش الدلو هرش العرف هرش. مضبوط. عارفه قبل. كمل عارفه قبل. اصبر كمل. من الحبل ملون يضرب به وقد شق ظهره بالحبل لين شق ظهره.
شق ظهره يعني شق ظهره يعني شق ظهره هذا بال شق ظهره بالحبل زين هات حبل خلنا شق ظهرك مضبوط زين فقلت اما تتق الله اما تتق اما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف يا اخوي ضربت ذا الشيخ مكتوب كذا يا اخوي ضربت ذا الشيخ الله لا يجزاك خير اما يكفيه ما هو فيه من مد هذا الحبل اما يكفيه ايوه نعم مضبوط اما يكفيه من هذا الحبل حتى تضربه لماذا تضرب اي شيخ تضرب به نعم تضرب به تضرب به اي قبل اضرب بك في العصر اسمع اي فقال انه مع هذا ابي قلت فلا جزاك الله خير حلو وشو يقول الله لا يجزاك خير اعوذ بالله قال اسكت والبخ اشرب اشرب البخ 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 عندك كانت قديما عندك طلعت عن النص يا شيخ لا مصطلح مصطلح بس اعلمكم بالعاميه طيب مضبوط احنا ما عرفنا البخ بالعاميه الحين لحظه الحليب حركة هذا من ضمن النص يا شيخ قال اسكت يبقى البخ قال والله يا اخوي انكبر هو يبقى البخ لا اي مو باين ما الرجال انسدح الرجال ما يده بالحبل فقال اسكت فهكذا قال هو يصنع بأبيه وكان وكذا وكذا هذه ترجع كمل يا ولد لا تدري ما بعد وصلت الربع اسلم كمل اسلم اسلم وكذا كان أبوه يصنع بجدة فقلت هذا أعق الناس أعوذ بالله أعاق فيهم ذا لا ثم جلت حتى انتهيت إلى الشاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ زبيل؟ اي مكتوب ان زبيل احد يعني اي زبيل يعني الدلو الدلو هذا اللي راح اسلم مضبوط هو كل شيء عندك دلو الزبيل الزبيل اللي يشيلون فيها الرزوة اي هي يسمى دلو يسمى شير يسمى سطر لا عشان ابو فيصل العب شلعب 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 الصوت 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 هذه بين بين شريعة حبيبي تراني في مجلس كم مرة كمل السالفة اسلم 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 بالله خلوه خلوه تكفى وفي عنقه زبيل فيه الشيخ كأنه شوف إذا قطعت السالفة ترى إنك تأخذ خشمك يعني يقول لك تأخذ خشمك رجوة تقطع سالفتك يا زلمة كم هو نفسي اسمع اسمع لا تقطع سالفتك يا الله أدخلك بس أرعك اسمع ثم جلدت حتى انتهيت هم ذا اللي عاقم فيهم جلدت هيا اضربوا يا من لا تشرح واضح ترى يا الله مضبوط إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه الشيخ أخبر لكم في شيخ؟ اي ما هو شايل النبوة شايل النبوة يا ابن الحلال اي زبيل وحاط نبوه حاط نبوه في الزبيل في العفش
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام والرحمة. افتح لك الباب يا طويل العمر. وش اللي صاير أمس؟ ها؟ وش اللي صاير أمس؟ بيش بالضبط؟ الفوضى اللي صارت أمس. الفوضى؟ اي. كيف؟ من اللي يتكلم؟ عبد الرحمن المطيري. والله انه عبد الرحمن المطيري صدق. خايف. حق الطفايات. اوه. انا سليم، انا بريء. ابي ابو كاتم. وينك يا مساعد؟ خرج لم يعد. مساعد وينك؟ مساعد ايش اللي صار امس؟ ما صار الا كل علم طيب. انا اتكلم عن الطفايات. شوف انا ما حذرتكم قبل ان ممتلكات القريه ايه؟ ما حد يجيها. انت انذرتنا؟ الشباب كلهم عندهم علم. ما 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 ما, ما سمعت المعلومه هذه. مشكلتك اذا ما تعرف الشيء هذا. اسمع ابو كاتم اسمعني يا مساعد. الطفايه ما خلص اللي عندي. من اللي معك امس؟ ها؟ من اللي كان معك امس؟ انا ونفسي والهواء. ترى بدبر الخصم اذا ما قلت من اللي معك. تبغاني اقول لك من اللي معك؟ دقيقه. لا لا دقيقه صل على النبي. تبغاني اقول ولا بتقول اسمه؟ خالد عماش. تعال يا خالد. الله يوفقك. هو خالد صح؟ خالد سم سم. الشيء اللي سويتوه امس انت عارف. والمعنى ان الانتاج والفن وكل اللي في القريه تاثروا من الشيء اللي سويتوه امس والاستهتار اللي مسوينه. ما فحطنا احنا ترى الطفايه. انا الظاهر اتكلم عن الطفايه مساعد ولا جالس امزح معك الحين. اذا تبغاها على المزح بدال الخصم مرة خليه مرتين. لا اذكر الله يا رجال. علشان كذا انا اقول ابو كاتم لو امس خليني اخلص كلامي انت وياه. طيب. لو امس احد من المتسابقين جاه شيء تدرون انكم امانة في رقبتنا. وحنا المسؤولين عن صحتكم وعن اكلكم وعن شربكم وعن كل شيء. ولكن الاستهتار اللي امس سويتوه والشيء هذا اكبر غلط. ولا يرضاه اي متسابق. احنا معك خالد. انا ما خلصت كلامي. احنا معك غلط بس ما خلصت كلامي. طيب دقيقه ابو كاتب. الانتاج كان ينظف بعدكم علشان بيت الحكمه الصباح. سم الانتاج كان ينظف بعدكم في اخر الليل علشان بيت الحكمه الصباح. انا ما بخيت في المجلس. اثنين ما بخيت في المجلس. الكاميرات بعضها خربت وصلحها الدعم الفني. مين اللي تحمل الشيء هذا؟ ولو طاح احد من المتسابقين مكتوم او شيء جاء، من اللي راح يتحمل مسؤوليته؟ مو بحنا؟ علشان كذا. طيب ابو كاتب. علشان كذا اقول لك يا مساعد. ابو كاتب. ممتلكات القريه. إيه؟ للمره الثانيه اقولها. إيه؟ لا احد يجيها. فهمت يا مساعد؟ بقول لك شيء يا ابو كاتب. وانت يا خالد الكلام موجه لك بعد. ابو كاتب. طيب. تفضل. الحين لو واحد جاء اختناق عندنا مستشفى يعني نحل الامور بسرعه. انت ماخذ الدنيا لعبه عندك؟ لا. وعلى كيفك الامور انت ماخذها ان اي واحد يتعب ونروح نوديه المستشفى ونجي؟ أه. ترى في اهل يشوفونه وراح يحاسبونه على كل شيء. صح صادق والله. علشان كذا ايوه راح يكون الخصم عليك انت وخالد. أه. 300 300. ليه؟ تفضل. ليه ابو كاتم؟ تفضل يا خالد. دقيقه بكلمك ابو كاتم. لا تكلمني ولا شيء. تفضل استريح. ابو كاتم أيه بقول لك شيء. سلامات. اذكر الله يا ابن الحلال. وش اللي 300؟ تفضل. خله هو 300 انا 200. وين؟ انت تعرف يا مساعد اللي بيجلس يتكلم معي بدبل عليه الخصم. انت دقيقه ابو كاتم. دقيقه بس. طيب. كلمتين بس. انا ما راح اقول شيء. يا مخرج عرض التقرير للمشاهدين علشان يشوفون ايش اللي صار امس. دقيقه. سوي لي
شغله فوزان وراح وراح فوزان مسوي له براس لا هذه بدرة خضرة هذه يا مساعد الجمهور شاف التقرير وشاف الحوسه اللي سويتها علشان كذا تفضل استريح بقول لك كلمتين بس مساعد كلمتين بس انتهى الكلام معي كلمتين فضل. انا مكلم الاداره ترى عادي تفضل يا مساعد يا ابو كاتم 300 وين والله انها ظلم علينا مساعد انا فوق كل شيء وانا اللي اصدر العقوبات واصدر الاوامر هنا الشيء هذا اذا ما هو بعجب اقسم علي 300 عشان تعال لي بعد الهواء وتفاهم معي تفضل يا مساعد مو انا خالد انا ماني جاي اضيع وقتي عندك يا ابن حلال خالد يتكلم مو انا انت ولا هو تفضل استريح يا ابو كاتم مساك الله بالنور منيف معك هلا حياك كيف الحال عساك طيب خير جالك بخير انا طالبك باثنين طالبك مطلوب على انك هالمره انك تعديها منيف طيب مطلوب اوكي ما عندك مشكله الشيء اللي سويته قبل ثلاث ايام انت عارف ولا ما انت بعارف نفس الشيء لعبت بالطفايه ودخلت بيت الحكمه وحستها حوس انا بعلمك اسمعني يا منيف انت بعد معهم خصم 300 ريال تفضل استريح يا ابو كاتم ابو كاتم 300 وين رئيس البلديه ابو كاتم رئيس البلديه وين انتهى الكلام معك يا مساعدته خالد تفضل استريح كاتب فيك قصيده واحد يتكلم خلي الواحد يبلغ عندك الكبش الروم تقدر تتكلم فيه وقول اللي تبغاه كله الجمهور يسمعك هناك رئيس البلديه هلا ابو كاتم اللي ابغاه منك الحين انك تروح الهنقر وتشوف النظافه اللي فيها وترجع لي تم تروح الهنقر وتشوف النظافه اللي فيها انت الكلام معك تفضل منيف بس كلمة منيف علشان ما يتدبل عليك الخصم كلمتين بس تفضل استريح كلمتين منيف لا احد يزعل صديق الروح فوزان هذا صديق لي اذا عندك صداقه ما صداقه اسمعني يا منيف منيف تفضل استريح واذا عندك قصايد قولها بعدين على الهواء ما تقولها عندي كاتم يا ابو كاتم صالح اخلص علي ابو كاتم تسمح لي ابو كاتم حبيبي ابو كاتم تسمح لي تسمح لي الغالي ولا ما تسمح لي تفضل استريح بهد تفضل استريح علشان ما يجيك خصم وينك رئيس البلدية؟ صالح؟ لا تقول اني انا حستك حوس، انضبط بالقوانين واللائحة القرية وما يجيك شيء. الرحمة عارفينها زين، اقطع الصوت ولا تتكلم. امرك سيدي. صالح اخلص. يا صالح هلا ابو كاتم شفت الاقنعة اللي في الهنقر؟ اي طال عمرك يعني معناها وصخة ما هي بنظيفة خلني بقول لك شيء اذا بتسمع اسمعني خصم عليك 50 انتهى الكلام معك تفضل استريح المهم اسمعوني النقطة هذه زين جميع ممتلكات القرية جميعها لا أحد يعبث فيها اقعد خلنا نتكلم معك اقعد ورئيس البلدية
اقعد. انت موجود رئيس البلدية علشان تحافظ عليها. المرة الثانية اي رئيس بلدية راح احاسبه مع لعبة ممتلكات القرية. وصل العلم؟ ابو كاتم اتمنى لكم التوفيق. ابو كاتم وداعا ابو كاتم. ابو كاتم ابو كاتم من؟ لا حد يهرج، لا حد يهرج الا هو قد الكلام اللي يقوله. انا ما اخصم عليه. كاتم جرافه واللي بلياك ما تهواها الاخلاق. مساعد والله لو انا حطه غرا. تدري ليش سلمت؟ مساعد المحزمي مفلح. بعدين تدري ايش قاعدين نسوي احنا طول الليل؟ اسال العيال ايش قاعدين نسوي. ها؟ يا شباب يا عيال يا عيال صلوا على النبي. من اليوم وطالع ما حد يحرك شيء في القريه الا معطيني خبر لو سمحتوا. ها عشان ما ارفع لبوكات. يقول تبت يدك يا ابو لسانك مو بيدك. يقول تب لسانك يا ابو كاتم كيف تخصم علي؟ علي وانا الطفايه اللي طفيت فيها هذا حريق بقلبي ليس بالقريه. والله انه غلطه. تبت يدك يا ابو كاتم ليه تخصم علي وانا الطفايه اللي طفت حريقه بقلبي. خلوني يا بنات. طيب يا مساعد مساعد سداح يا غير. اويش اويش سداح سداح. طيب استقبلك. والله شوف انا كنت حزين انا شفتك فرحت صراحه. كفو تعال بندفن احضني. ابعد عني انا احضنك كنت فوق. انزل عشان اويش اويش سداح 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 سداح. مساعد مهموم شيف ساعد مهموم يمساعد مهموم. كيف الألم كيف الحزن يمساعد كيف. خلك 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 علشان تدلق مشاعر قلبك تدلق. خلك يا ولد قطع علامه يودي على مشجع. والله عندي مرض نفسي. والله ابو كاتم ذا ما ينفع معه. أنا أعلمكم أبا روح الحاشم من القرية يا رجال. هونها وتهون 50 ان شاء الله انها سهله. شوي يا الربع شوي. الحين احنا وش اتفقنا قبل تسوي ذي؟ ايه؟ انك تضفها يا رجال. الحين في رجال يقول انك انت ما ضفيتها وانك تطقطق. لا حبيبي تعال تعال علمك تعال. شلنا الوسايد انا وهالرجال ومعنا الربع شلنا الوسايد كلها شلناها كامله. طيب بقت الورود مجففه. انت عرفت ليه الواحد يقول اي اي ممتاز فاهم يا صالح ما قصر. بقى الورود المجففه بقى الورود المجففه رحنا وخليناها. ليش رحنا وخليناها الورود المجففه؟ قلت خلها زينه في الدائره. لا لا ما في شيء حلو. اي انا شايل الوسايد كلها والاغراض كلها الديوانيه بيجون حتى نار عشان وش؟ اي عشان الانقر ترى على فكره على انقر ما بينا لا تحطها هنا العوض. لا انا اقول لكم الحين عشان ما عشان بعدين لا ليه صالح ثم بعدين يوم جاي يشيل هالذيب ذا رحت اضف مع برجي واطقطق واضف برجي والله كلنا نظفنا حلو ولا لا؟ شلت اغراض كلها. انا قلت اقسم بالله يا ابو كاتم ذا يجيب المرض ليه ما يجي انا قاعد انظف له ظهري انكسر ليه ما يجي عندي هين هو ما له دخل يقصد اليوم بس اليوم ما شافه تلقاه بالطريق. لا لا يا صالح كل الاغراض شايلينها. دعوه بسيطه هذا درس ان شاء الله. ايش دراك يمكن ابو كاتم ما نزل راتب ما ادري شو بس كلد ما معه
صدق ما هي الا بخبر سيء والعياذ بالله. هذا ابو كاتب. هذا انت وجهك، هذا انت وجهك يا فارس، وجهك دبوري، يعطي فلوس، وجهك نكبه، يعطي فلوس. والله انه وجهك الاسبوع اللي راح اعطاني تدبير عشاء المتنبي، والله وجهك وجه نكبه. الحين يجيكم ابو كاتب، والله صدقون اقول الحين يجيك ابو كاتب دوم دوم. صدقون انا الوحيد اللي استفاد من ابو كاتب انا، وباذن الله ابقى الاخير. يا رجل تدري ليش؟ يعلم الله من فوق سبع سماوات اني احبه لو شفته، والله حب غير طبيعي. باينه هيبه بالمشيه، هيبه بالثقل، بالعقل، بالتعامل، بالاخلاق. شفت ايش يقول؟ بكل شيء. والله بكل شيء خاطري ذبه والله يا شيخ. طيب طيب على راحة. والله انك تشبه ذاك اللي يحب خناقه. اكبر علي شال القباب دفنا. اصرف صرف. تعال هو خنقني عشان تمثل ذا. اقسم بالله يا فارس اني مستعد بطلع خمس ايام. والله انك تطلع واحده. شو الجبل؟ والله انك شايل ايش استوب؟ وش شايل الجبل؟ حط واحده واحده واحده. والله انك شايل الجبل يا ابو كاتب. يا ابو كاتب ابشح مرق. والله شفت تحاول ما تحاول. والله ابو كاتب اني والله شال خشمك. اللي شال من ذا؟ والله قول لي لي شيء. عاد واحده واحده ابو كاتب. وما خنق عشان تقول راحت بعينه. والله يشتري بيني. الطير شفت الطير شو مجلس؟ الطير الله ماني عبد الرحمن. اي والله شال جبل. شفت بسام يا ابو كاتب؟ اقول ارجع راك. يلا ارجع راك. الناجح حاسد ولا خوف. الناجح حاسد وكيف لا يحسد امرئ علم له على كل هام قدم. قدم والله ابو كاتب حبوب طيب عشان يرد عليه. اي وانا للحين امدح قال وايد تعين مساعد من حق الكريم. والله انك مساعد خاص انك رجال. ما ادري ايش سويتك مع ابو كاتب. لا بعلمك. انا دعيت انفلوتر. اقسم بالله قهرني. شفت الثوب حق محمد عثمان اللي قلت بيزين حظي فيه؟ شان حظي فيه زياده. يوم شفت الساحه كنت افرك 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 قلت يا خلاص. يوم جاء خصم 50 طيب ليش؟ على قناع واحد وجهنا. المشكلة ان ابو كاتم لما يجي بس يخصم. لا لا والله والله مسوي كل شوي يجي لا تكلم مي خصم لا تكلم مي خصم لا تكلم مي خصم لا تكلم مي خصم. لو بعد اليوم ما نزل من السيارة قال انه اقسم بالله لا لا مشخص عرفت شكله مندوب مستاجر السيارة. والله ما تجوع بك على الشيخ. شفت يجي كيس. يا الله كفر الشيخ. والله اني حقت يوم قال 50 قلت ابو كاتم رفع قزاز. والله ولا تقدر تتناقش معه ولا تقدر تتكلم معه. المشكلة انه يعني ما يعطي كراميات لبعض الامور او حاجة مثلا. لا بس يجي خصم يروح نسمع الدق ماله. لا ومنيف ثقل صوته يبغى يقول له بيت شعر. انا اللي قال اسكت اسكت قول شعرك على الهواء. لا يقهر والله العظيم اقسم بالله يقهر 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 يا خسارة المويه اللي انا غسلتها هنا يا قهري قهري. غسلت الزرع. شفت الزرع اللي عند الديوانيه؟ شفتك غسلت الزرع هذاك. الزرع هذاك نجلس عليه بالليل. يا قهري قهره يا قهري قهره. امي كانت تقول اذا جيت في جسمه زد رصيدك. زد رصيدك ايش بتقدم؟ وابغاك ترفع تشرفنا وابغاك وما ادري وش. الحين اهلي يشوفوني انظف. والله عادي انا مسكت مهندس نظافه نفس الشيء. اما انا امي مسكينه قال امي مسكينه ما تعرف انا وش بسوي وش ما بسوي. ما بتحط القناه؟ بس حطت القناه وجاتني. يا لا والله وائل انا معاني يا وائل. وائل ليش وائل ليش ابو كاتم ما يعطي كرام هدايا مطفر جعلنا هذا الشهر ترى سياره تجا. اسمع ما عنده فلوس. طيب ليش ما نزل من السياره اقل شيء؟ امس صليت يا رب يا رب ان ابو كاتم ما الحمد لله والله اعمى عني وجاء اليوم للشباب. اقول والله انه معه فلوس. اصلا يجي يشذب راسك شبس. طويرش 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 لما انسدح مد رجوله كانت اصبع الكبيره في الماكينه حق سياره. لا والله لا والله معه فلوس. والله معه جايب سياره فخمه. البلا تدري وش هو؟ البلا وش هو؟ انا ابغى اتحمس ومسح له السياره. يرحم امك. خليني اقول لك البلا. مو هنا مو هنا مو هنا صالح هناك هناك. لبيه. انا اروح نادي نار. يا صالح يا صالح مو القهر 50 على صالح فقط 50 على صالح. تدري القهر وش هو؟
والله صدق انه غبنا يا اخي والله يوم يقول لك ابوك وش تقدم وانت ايش رايك تقدم تسوي رساله هاتفه طال لنا انظف ويجي يخصم علي ابو كاتب انا اخو العيال مشكله هنا ما في الا قناع بس لا ورابع صوته بعد هات كلامات قناع اللي جابوا لنا مو مره سوى فيها النكين انه ما يظهر وجهه للحلقه الاخيره وش اللي وسخ في الهنجر وين وين وسخ هو كان يبي يجي عشان الورود ويوم درى ان نظفناه قال اطلع حاجه لا مستحيل ورود ما درى انا كان في الطريق كم درى انا في الطريق وين في الطريق والله انه داري واني جاي عشان الورود يوم شافنا الورود شلناه قال في قناع في الهنجر ما شلته انا اقنعه اثنين بس الموجودين بس الموجودين اقسم بالله يا هو ناوي ينخصم لا 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 مو ناوي ينخصم والله اني جاي عشان الورد والله اني جاي عشان الورد وبلش والله الله عرف الشك وكسر راسي جيت نظفته انت ما تبغى تنظف انت متحايل مع الاداره تبغى ابو كاتب يخصم انا انت متحايل شوف شوف لحظه لحظه لا لا تتخبز وش تبي شوف انا ايوه خليت الورد الورد ليش جاي يسلم منظره يوم اللي شفتك تنظف نظفتك معه بعدين دقيقه ابو كاتب حبيب القلب دقيقه حبيب القلب بس يدب لي ليش هذا يوم جاء اخذ الورد زي كذا قال عشان ابو كاتب جاب يسوي دائره عليها ايه اضبطه تخطيط مع الإدارة تبغى أبو كاتم يخصم علينا وهي عطيني الفلوس هو يحاول يعطلنا يبغى يسحب يحتي أبو كاتم بس تأخر ما دخل لا لا والله إني صالح والله إني لا لا يبونك صالح يبونه لك الإدارة فزب في الزعب أنت كنت بتأخذ الورد وتحط عليه دائرة إيه عشان يجيب مكان حسب بيعه دقيقة دقيقة عشان يجي أبو كاتم يقول في ورد في الساحة أبو ورد متى بلش أبو كاتم يوم قالوا ما في ورد في الساحة تدري زي ما في كيش انكم دين انت وائل قلت شو اللي تحطه اصبر ايش قال حلو ايش قال ابو كاتب قال دوروا مكان غيره قال دوروا مكان غيره يوم لقوا وين الحمد لله يوم ما قال لقوا في وجهي بس اي لا بالله عليك اي والله والله خرب وجهي انت مخطط خربت خطتي كلها لا مو انت كنت انت قالوا لك انت تارك الوجهين انا لا انا حاط الخطه بديله عبد الرحمن انا بديت اشك لكن هذا كشفني انا بديت اشك فيك هذا كان شيل الدائره اول مره اشوف واحد ابو كاتب حبيبي ممكن تسمح دقيقة لا لا انا اعلمك شيء احنا جينا ننظف الورد اسمع تدري وش ابي اسمع والله بدا الشيطان يخش في هنا بديت افكر تفكير مو زين جينا ننظف الورد جاء هذا قاعد يطقطق مو قاعد ينظف لا حرام عليك اصبر بعدين جاي ينظف ما كذب ما اظلم حق بعدين يوم ينظف اخذ دائره زي كذا قال ابي احط عليها دائره عشان ابو كاتب ابو كاتب كان جاي عشان ايش عشان الورد المجفف لا الورد المجفف مطلوب من وين من الإدارة الإدارة اتفقت مع مين؟ عبد الرحمن أبو كاتب وأبو كاتب الإدارة اتفقت مع عبد الرحمن طيري إنه بيسوي الورد في الساحة أصبر والله أنت بتثبته صح أصبر درس الدراسة أصبر شوف شوف الورد الدائرة قلت يا الكشخة قلت علشان أبو كاتب الأناقة والله الله منور أصبر أيوة سلام قالوا الدائرة ليش؟ علشان أبو كاتب يوقف وسطها يا سلام تخيل وين رايح؟ رايح بين الورود المجففه واحد شمع خيالك واسع اصبر اصبر على بالك فلك انا احب الرجل هذا اي تحبه احبه حبا جما والله مو راح زفت عروس يا ترى مو زفت عروسي الغالي منو انا بركب الله يرحم والدك والله حرام اني انظف ذا كله وينظف الارض بثوبي في الاخير ما اركب خالي امشي راسك شلونك حبوي والله اني طلعت اني قلت له نظف ترى السبب تدري ايش السبب على المكان الراتب هذا كان يبي يخصم روح البس ثوبي طيب البس ثوبي البس ثوبي غارس ما في وقت خلي البس ثوبي اركب السياره اللي ما يحتاج صالح والله ما اعرف كذا ابشر ابشر بس عاد فوجهك ما فوجهي اذا بس ثوبي انا اسويه ابغى غير الثوب خلاص بلبس ثوب البني ساعه كيف بالله قنعي ورب الكعبه انها قنعي ورب الكعبه عشانها ورب الكعبه انها اثنين اجل شوف صدقني يا شباب خالد الديوانيه تكفى عبد الرحمن صدقني ما جاء عشان القنعي الديوانيه اي ورب الكعبه جانا شال ورد ويوم من شلوه قال خلاص حول عقل عيال الديوانيه ليه؟ بزع يا ابن الحلال طيب مو بضرب بدون ضرب خلاص بروح السجن بدون سجن ايش سوى ابو كاتب؟ ابو كاتب والله رجال كفو كفو ايوه خصم عليه بدون ضرب اول مره يعني اخصم بدون ضرب ليه تنضرب دائما؟ انتم تضربوني ايه احنا ما ضربناك ودوني السجن بكرامتي بترامي ندي عندك طفايه مره ثانيه لا تكفى تكفى عندك طفايه خلنا نشوف حاجه جديده ما بشوف حاجه جديده ما بشوف الطفايه حاجه جديده ايش تبغى؟ ابي شو اسمه ابي شيء خصم قوي ايش تبغى خصم قوي؟ نكسر محلات؟ لا سلامات اكشن سلام عليكم طول عمر والله مخصوم عليه خصم جامد ما في اكل بلاش والله يستاهل اكل بلاش الله يستاهل تكفى يا ذيب انت رجال محترم الرجال والرجال انا عزه واغليه شفت؟ ايه واستهترت قدامه ايه دور غيري كفو
نروح نطلب شوكت 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 والله شوكت شوكت ابو كاتم خصم 300 ريال كفو كفو الذئب انا اعطيك كفو عطني 300 300 300 ريال انا في باكستاني فلوس اوه خلاص ما يبغى ينبع تميس ينبع تميس والله بيجيني خصم ثاني اذكر الله يا عيال خلاص انا اعطيك بلاش تميس يعطيك بلاش خلاص بلاش يضبطني بالليل خلي بالليل اوكي خمسه تميس جبن خمسه تميس اروح للركن قصر باكر والله اصبر اصبر انا وانت انا وانت اصبر باخذ ورق عنب خلنا اعززك طيب على الاقل شيء بتروح يطردك بيقول على ما ها وش سب وها كاتم مدري ايش سويت افتح افتح لي بقى بخمسه ريال 300 ريال السلام عليكم والله مسكين لو اني عصير تكفكين هذا بخمسه هذا عادنا طيب كم ورق عنب؟ وش اللي عندك انا قال؟ كم؟ بخمسه خمسة خلاص سجل عليه خمسة كلني معك كلني معك يلا يلا خذ هني هني جرب حلو ولا مو حلو والله أنا أحب أصلاً خيرته وش أخبار هذا خمسة هذا هذا خمسة هذا صح خمسة حبيبي استبدل لي هذه بالتوت والله غالي خمسة يعني. ما عليك غالي خمسة مغطي عليها كم عطني ملعقة سجلت صح؟ سجلت صح؟ ايوه سجلت شكرا شكرا عطني هذا هذه سجلها هب لي معك هنا هب لي معك خلاص انا رجعت يلا رجعها كل شيء هب لي والله كل شيء هبلي هبلي وهبلي شفت يوم جاء هنا ايش سوى؟ يوم سوى لنا صقر شكرا يا غالي شكرا الحبيب بساعدني واحد صفر ها اثنين صفر عندك ارسال ثلاثة صفر والله قهر والله قهر أربعة صفر هلا يا سرح حالك تكفى لا تكسر انتبع على الكرة تكفى انتبع على الكرة يا رجل ما عندنا إلا هذا وش شو اسمه وش الوسخ في شو اسمه ما في شيء وسخ أخيرا عفوا خمس أربعة واحد أربعة اثنين أربعة اثنين تب خمسة اثنين ستة اثنين رسالة هنا سبعة اثنين دقتين عندك دقتين صح؟ لا دقة واحدة ثمانية اثنين دقتين يا سالم لا والله دقة واحدة تبين عيدها عدها يلا عيدها خلاص نمشي ها؟ ما تجي تلعب؟ خلا بعدين يلا من هو ذا؟ العب له خصم علي العب يا عمر هناك يا رجال باقي باقي ناصر من شوي جالس يقول لي قول لهم كلهم والله يا كم باقي بالضبط والله تسع ونص
هذا البرنامج برعاية